بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا، موضوعنا اليوم هو الإجابة على سؤال ورد للقناة حول طحالب الكوريلا المكمل الغذائي، وهل له أضرار أو آثار جانبية؟ وفي نهاية الفيديو سنتعرف على الفرق بين طحالب الكوريلا وطحالب سبوريلينا. سنستعرض سريعا أهم التفاصيل عن هذا المكمل الغذائي الخارق وأهم فوائده وآثاره الجانبية، وهل له أضرار؟ والسؤال، هل سمعت عن طحالب الكوريلا من قبل؟ فهي إحدى أنواع الطحالب الغنية بالمغذيات والتي تستخدم كمكمل غذائي ذو فوائد عظيمة، وقد اكتسبت الكوريلا سمعة جيدة كمكمل غذائي لعلاج كل شيء، فهل هذا صحيح؟ في هذا الفيديو سنتعرف بشيء من التفصيل عن فوائد الكوريلا وأضرارها. ما هي الكوريلا؟ هي أحد أنواع الطحالب الخضراء أحادية الخلية، وتعيش في المياه العذبة، وهناك ما يزيد عن 30 فصيلة من فصائلها، ولكن هناك نوعين هما الأكثر شيوعاً في الأبحاث والتجارب. وتعتبر كوريلا مصدر طبيعي غني جدا بالبروتينات والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية مثل أوميغا 3 والألياف، ومن فوائدها المتعارف عليها تعزيز المناعة والمساعدة في إنقاص الوزن ومحاربة السرطان والأمراض الأخرى. ونظرا لأن جدار الخلية لدى الكوريلا قوي جدا مما يجعل هضمه صعبا، فيمكن الاستفادة منها عن طريق تناولها في هيئة مكملات غذائية، فهي تتوفر في أشكال متعددة كالأقراص أو الكبسولات أو مسحوق أو مستخلص، طبعا مثل سبوريلينا بالضبط. وأهم فوائد الكوريلا أنها غنية بالعناصر الغذائية، وتساعد في تخليص الجسم من السموم، وتعزز من جهاز المناعة، وتساعد في إدارة أعراض أمراض الجهاز التنفسي، وتحسن من مستويات الكوليسترول، ولها فوائد للشعر، وتعزز القدرة على التحمل. وهناك فوائد أخرى، يعتقد نظريا أن هذا المكمل الغذائي يتمتع بالفوائد الآتية: صحة العينين، إذ تحتوي على نوعين من الكاروتينات ذات الدور في حماية العين من خطر الإصابة بأمراض الشبكية. أيضا يعزز من صحة الكبد، فتشير بعض الدراسات في أنها تحسن من صحة الكبد للمرضى الذين يعانون من أمراض الكبد، ومع ذلك فإن فوائدها غير واضحة لصحة الكبد عند الأصحاء. أيضا تحسن من الهضم، وتشير المصادر إلى أن هذه المكملات الغذائية تحسن من الهضم وتقلل من الانتفاخ، ورغم هذا لا توجد دراسات تقيم هذه الفوائد المقترحة. أيضا تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية. أيضا يعتقد بتمتع الكوريلا بهذه الفائدة نظرا لما تحتويه من فيتامينات ومعادن مثل فيتامينات بي والكالسيوم. إذن هذه هي فوائد الكوريلا باختصار، لكن ما هي أضرارها وآثارها المحتملة؟ تعتبر الكوريلا آمنة بصفة عامة، ولكن قد تظهر بعض الأعراض الجانبية، وتحديدا في أيام الاستخدام الأولى، طبعا كمان زي السبوريلينا، وقد تتضمن الإسهال والشعور بالغثيان والغازات وبراز ذات اللون الأخضر وتقلصات في المعدة. أيضا حساسية الجلد للضوء، لذلك ينصح باستخدام كريمات واقية من الشمس، وخصوصا ذوي البشرة الفاتحة. وقد يعاني بعض الأشخاص من الحساسية تجاه الكوريلا، لذلك ينصح بإجراء اختبار حساسية أولا، أيضا استشارة الطبيب ضرورية قبل تناوله إذا كنت تتناول أدوية مضادة للتخثر أو أدوية مثبطة للمناعة، إذ قد تتفاعل مع المكمل الغذائي. والآن، ما هو الفرق بين طحالب الكوريلا وطحالب السبوريلينا؟ تعرفنا طبعا في فيديوهات سابقة عن طحالب السبوريلينا، وهناك فيديوهات في القناة
سنضع لكم روابطهما في صندوق الوصف أسفل الفيديو. وكما عرفنا فإن الإسبوريلينا هي طحالب خضراء مزرقة أقدم من الكلوريلا بآلاف السنين، وتحتوي الإسبوريلينا على بروتين أكثر من الكلوريلا، وتحتوي الإسبوريلينا في المتوسط على 12 مرة بروتين أكثر من لحم البقر، والإسبوريلينا مصدر أفضل لحمض الجاما لينوليك، وهو دهون جيدة ضرورية لصحة الدماغ ووظيفة القلب، وتحتوي الإسبوريلينا على تركيزات أعلى من فيكوسيانين، وهي مادة كيميائية نباتية يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان، وتعطي الإسبوريلينا لونها الأزرق المميز. حبايبنا، لا نعلم من قد يستفيد من هذه المعلومة وخاصة محاذير استخدامه. رب دعوة في ظلام الليل تصل لعرش الرحمن ونحن نيام، فالدال على الخير كفاعلة. شارك المعلومة وتنال بذلك الأجر والثواب من الله تعالى. أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية. حبايبنا، بانتظار رأيكم وتعليقكم واستفساراتكم عن هذا الموضوع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.